ساهمت ايضا بخروج او اقاله كابتن حكيم شاكر؟ هو يعتقد هذا الشيء. لا، الكابتن حكيم يعني انتقدناه في وقتها، لكن وصلت له ايضا الان يعني هذا الموضوع ايضا استجد في الاعلام بسبب مقطع تلفزيون بالبرنامج، يعني احد المدربين الله يسامحه اتقي شر من احسنت اليه، فقط اللي اقول له وصل صوره للكابتن حكيم شاكر انه انا كنت اقول للمدربين تعالوا احكي على الكابتن حكيم حتى نطلع من المنتخب. تمام.